ويلا بينا اقول لك كبر قناتك ازاي. هتروح لمين؟ الباشمهندس ابو يوسف. صح الصح، صح الصح، وصدق واحترام وامانه وكل شفافيه، وفعلا فعلا ما بيكدبوش في اي حاجه، مشاهدات، لايكات، ساعات، قنوات. بصوا روحوا وانتوا مطمنين، والله 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 احترام فوق الخيال وصدق وأمانة وناس محترمة وتتشال فوق الراس. تمام. طبعا اللي عنده قناة يا جماعة وعايز يكبرها هيروح للأستاذ أبو يوسف يحضر معاه البث ويحضر معاه حفلات، وهيحقق حلمه. والهدايا بالمجان، كل يوم هتاخدي هدية، لايكات، مشاهدات. الحفل يا جماعة من الساعة 10 لحد الساعة 11 يوميا. تمام، ما تقلقوش، مع شملول وبهلول ما تقلقوش، مع أستاذ أبو يوسف. صدق وأمانة والهدايا بالمجان. نقول تاني، صدق وأمانة وهدايا بالمجان، وملك اليوتيوب لتحقيق حلمك فعلا بيقف جنبك، وإنسان محترم وخلوق، وبصراحة بصراحة هو والأخت أم عبد الرحمن يتشالوا على الراس والله، وتاج فوق الراس وفوق الخيال. تمام، ومعايا زود لي 1000 مشترك. للتواصل من خارج او داخل مصر على الارقام التالية. هات تليفونك واجري بسرعة اتصل، ما تقلقوش مفيش حاجة بتطير.